السلام عليكم البنات، كنتمنى بانكم تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله الفيديو غادي يكون خاص بالناس اللي عمرهم صايبوا لا مايونيز اولا اللي مايونيز ما كتصدق ليهمش. فتابع معايا المقادير وطريقه التحضير. فكما كتشوفوا النتيجه لا مايونيز كتجي لا تيكستور ديالها واللون ديالها فحال لا مايونيز ديال الزنقه، ولكن المذاق احسن. خليكم مع المقادير والصور. فهادي نبدا طريقة التحضير مباشرة مع تذكير المقادير. هادي نحتاجو بيضة واحدة، هادي نوضعها في إناء. فكما كتلاحظو الإناء خصو يكون على شكل كأس، ماشي ضروري هذا يكون عندكم أي كأس يكون الحجم ديالو، يعني تقدو تطحنو فيه الخليط، تحشى فيه رأس ديال الطحانة فكتستعملوه. غادي نضيفو بيضة متوسطة الحجم وغادي نضيفو الزيت. فبالنسبة للزيت أنا غادي نعطيكم المقادير بالنسبة للناس اللي ما عندهمش العبار باش يعبرو، نعطيكم المقادير ديال أي حجم ديال البيضة كان عندكم. فكتوضعو البيضة ومن بعد كتضيفوا الزيت. فضروري ان الزيت يكون ثلاثة المرات الحجم ديال البيضة. انا البيضة تقريبا هنا كانت عندي فيها 50 مللتر، فزدت 50 في 50 في 50، يعني ثلاثة المرات 50 ديال الزيت، يعني في المجموع كامل عطاني 200 مللتر. فالخليط بالبيض بالزيت عطاني 200 مللتر، فكنظن بانها سهله. سينو الناس اللي عندهم العبار وما خصهمش يديروا هذه الطريقه فكتستعملوا المقادير اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. فمن بعد ما خلينا الخليط ديال الزيت والبيض ياخذوا شويه حراره المطبخ واحد 15 دقيقه، فغادي نكملوا الطريقه ديال التحضير. فكما ذكرت بان الكميه ديال البيض خصها تكون ديال الزيت خصها تكون ثلاثه المرات الاضعاف ديال كميه ديال البيض. فانا تقريبا كانت عندي 50 مللتر ديال البيض وضفت عليها 50 في 50 في 50، كتقدروا تعبروه بعينكم. ولا كان عندكم هذا الاناء اللي هذا الكاس فيه العبار، فبما انني عندي 50 ديال البيض فغادي نوصلها ل 100 هكا 200 عفوا مليليتر، فهكا غادي تكون عندي ثلاث زيت ثلاثه الاضعاف ديال البيض. غادي نضيف قبصه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال عصير الحامض او عصير الليمون، وغادي نطحن الكل. فناخذ الراس ديال الطحانه وغادي نوضعو في القاع ديال الكاس وغادي نطحن الكل. فكنطحن لمده تقريبا دقيقه. الطريقه ديال الطحن عاد تشوفوها في الصوره، فكنضربوا والراس ديال الطحانه ما كنزعزعوش من بلاصتو، كيبقى في التحت في القاع حتى كنلاحظ بان بان السائل اللي لتحت صافي بدا تكون بدا كيكون لا مايونيز وبدات كتاخذ القوام ديالها واللون ديالها كيتبدل كذلك. من بعد غادي نبقاو نطلعوا الراس ديال الطحانه شويه بشويه ونطلعوا ونهبطوا كما تشوفوا معايا في الصور. فانا جاني شويه صعيب لانني كنت كنصور بيد وكنطحن بيد، فالكاس كان كيتزعزع لي، ولكن راه كنظن بانها باينه. نخليكم مع الصور. فكما قلت نستمر في هذا الطحين مده دقيقه، خاصنا نعطيوها الوقت ديالو باش القوام ديال المايونيز كيجينا واقف. ومن بعد مني هنشوف بان التحت صافي خدا القوام اللي بغيت، غنبدا نطلع الطحانه شويه بشويه. سينو انا هاد المايونيز ما نستمتع حتى حاجه، استخدمت يعني المايونيز العاديه اللي كنديرو في لي سالاد وفي لي ساندويش وهذا، ولا كان بغيتو مايونيز تنسموها بشي حاجه فيمكن لكم تضيفوا لها راس ديال الثومه بنفس الطريقه. فقط كتضيفوا راس ديال الثومه مع البيض والزيت وكطحنوا الكل، اولا معلقه ديال الموطاد اولا البزار، المهم اللي بغيتو نتوما، كيبقى داكشي على حسب الاستخدام اللي غتستعملوا فيه الوصفه اللي غتستعملوا فيها المايونيز. فمن بعد ملي كتشوفوا على هذا الشكل كما كتشوفوا كاين فرق باللون بين تحت والفوق، فهنا غادي نبدا نطلع في الراس ديال الطحانه الفوق. فانا ما زربتش بزاف باش نخليكم تشوفوا شحال ديال الوقت كنطحنوها. صافي هنا غادي نبدا نطلع ونهبط باش الكل يمتزج. فانا كنت كنصور بيد وكنخلط بيد جاتني شويه صعيبه وبقى الكاس كيدور. فغادي نستمر ونخليكم مع الصور والشكل النهائي ديال المايونيز. فهذا هو الشكل النهائي ديال المايونيز، كيجي المذاق ديالها احسن من ديال الزنقه، وكذلك كتجي خفيفه بزاف على المايونيز اللي كنعرفوا اللي كتباع. كنتمنى بان هذا الفيديو يكون فادكم بشي حاجه. ما تنساوش تخليو لايك، واللي عنده شي تساؤل يخليه لي في لي كومونتير. وصلنا نهايه الوصفه، كنشكركم على حسن المتابعه والى فيديو مقبل ان شاء الله.